بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن الـ RL series circuit، دوائر resistance inductors التي تكون مربوطة على التوالي في الدوائر الكهربائية. سوف نقوم بتطبيق بعض الأمثلة في برنامج السيركت وزاد. طيب، الآن سوف نتكلم عن مقدمة بسيطة وتعريف للملف الاندكتر. والملف هو عبارة عن سلك ملفوف حول جسم معين، قد يكون قلب حديدي أو قلب هوائي أو قلب من أي مادة أخرى. ومثل ما نشوف أمامنا، هذا هو أحد أنواع الاندكتر. طبعا هو له عدة أشكال وأنواع مختلفة، لكن هذا هو أحد الأنواع اللي نشوف، عبارة عن سلك من النحاس مربوط حول قلب من مادة الفيرايت، التي تعتبر من أشهر المواد اللي تستخدم في صناعة الملفات. وبالنسبة إلى الرموز في الدوائر الكهربائية الخاصة بالملف، لدينا عدة رموز، من أبسطها طبعا اللي هو الاير كور، الذي يكون هو الملف عبارة عن ملفوف حول قلب هوائي. وعندنا أيضا ايرون كور، اللي يكون الملف ملفوف حول قلب الحديد. وعندنا أيضا يكون ملفوف حول قلب مادة الفيرايت. وهناك نوع آخر هو الملف اللي يكون فيه قيمة متغيرة. طيب، ما هي فائدة الملف في الدوائر الكهربائية، أو كيف يعمل هذا الملف؟ عند مرور تيار في الملف، ينشأ حول الملف مجال مغناطيسي، حيث يقطع هذا المجال اللفات الملفوفة على هذا الملف، وبالتالي سوف يتولد لدينا جهد، ويكون هذا الجهد هو معاكس للجهد الأصلي، وسوف يقاوم مرور التيار الكهربائي الأصلي المار في الدائرة. طيب، لذلك كيف أن التيار الأصلي لا يتزايد بسرعة كبيرة عند مروره بالملف؟ يعني أن الملف وظيفته يمنع التغير المفاجئ في التيار الكهربائي، وأن الجهد الموجود في هذا الملف سوف يعتمد على التغير في التيار، وإذا لم يتغير التيار فإن الجهد سوف يكون صفر. ويكون رمز الملف أو وحدة القياس في الملف هي الهنري، نسبة للعالم جوزيف هنري، ويكون رمزه L. طيب، الآن لنتعرف على العلاقة بين التيار والجهد في الملف، حيث عندما نقوم بربط الملف إلى مصدر DC كما في الصورة أمامنا، في الحالة الأولية عندما يكون السويتش مفتوح، بالطبع ستكون دائرة Open Circuit. لكن في الحالة اللي بعدها، عندما يكون السويتش مغلق، سيمر التيار في الدائرة. لكن بعد إغلاق السويتش سوف يمر التيار في الدائرة، لكن بصورة تدريجية مثل ما نشوف بالمخطط اللي أمامنا. هذه الفترة الزمنية اللي عندما يكون السويتش مغلق، سوف يكون التيار يمر بحالة تدريجية. وهنا ظهر لدينا تأثير الملف في الدائرة. طيب، متى تتولد لدينا مصدر الجهد؟ أو متى يتولد لدينا الجهد في الملف؟ عند التغير في التيار سوف يظهر لدينا الجهد، كما في المخطط اللي أمامنا باللون الأخضر، هذا هو قيمة فرق الجهد في الملف، حيث يكون قانون الفولتية الجهد VL يساوي ناقص L في DI على DT. يعني سوف تظهر لدينا الفولتية عند التغير في التيار. إذن وظيفة الملف هو شحن التيار. قبل كان عندنا وظيفة المتسعة هي شحن الجهد. إذن الملف يشحن التيار والمتسعة تشحن الجهد. طيب، إذا عدنا هذه الدائرة اللي أمامنا اللي هي ملف ومقاومة مربوطة على التوالي، وأيضا مربوطة إلى مصدر DC، عند ربط أو عفوا عند غلق هذا السويتش في
في البداية سوف يكون لدينا قيمة التيار صفر، لكن كما قلنا في السلايد الماضي سوف يتم شحن التيار بصورة تدريجية إلى أن يصل إلى قيمة الـ I maximum. طيب إذا كان في بداية عندما كان التيار صفر سوف تكون الفولتية الجهد في أقصى قيمة لها بالماكسيمم، وعند اكتمال شحن التيار سوف تكون الفولتية على طرفي الملف تصل إلى حالة الصفر. طيب هنا لدينا سؤال، ما هي المدة الزمنية التي يحتاجها التيار للمرور بصورة كاملة؟ الإجابة هي كما نلاحظ في هذا المخطط هي 5 تاو، وإذا أردنا أن نعرف قيمة التاو من القانون الآتي اللي هو تاو يساوي L على R. في دوار التيار المستمر بعد وصول التيار القيمة العظمى سوف يعتبر الملف حينها كأنه سلك في الدائرة. والآن نتكلم عن الملف عندما يربط إلى مصدر جهد AC، حيث يكون الملف في دوار التيار المتردد الـ AC يعتبر مقاومة، ويسمى المفاعلة الحثية inductive reactance. وسبق وقلنا أن وظيفة الملف في الدوائر الكهربائية هو يقوم بشحن التيار. إذا نستنتج من هذا الكلام أن التيار سوف يكون متأخر عن الفولتية. لماذا؟ لأنه سيكون عندما يشحن التيار سيكون في حالة تدريجية إلى أن يصل إلى قيمته العظمى، إذا سوف يتأخر التيار عن الفولتية. طبعا هذا الكلام حول الملف. كما نشاهد عندنا في الفيزر نلاحظ أن التيار المار في الملف سوف يتأخر عن الفولتية المارة خلاله بمقدار 90 درجة، وهذا أيضا عندما تكون موجة عندما تمثل موجة التيار وموجة الفولتية. نلاحظ كذلك أن موجة التيار التي تكون باللون البنفسجي تتأخر بمقدار 90 درجة عن موجة الفولتية. وبالنسبة لموضوع الفيكتور دياجرام، عندما يربط أيضا الملف ومقاومة على التوالي يربط إلى مصدر الـ AC، عندما نأخذ التيار كرفرنس لاين نعتبره، عندما نأخذ التيار كرفرنس لاين ستكون الفولتية في حالة الانفيز مع التيار كما نلاحظ في هذا المخطط الفيكتور دياجرام، فستكون الفولتية مرة خلال الملف متقدمة على التيار كما قلنا بمقدار 90 درجة. والآن لدينا مثال بسيط لدائرة متكونة من المقاومة R وملف L وسويتش، ومربوطة هذه الدائرة إلى مصدر التيار المتناوب AC. الآن نقوم بربط هذه الدائرة في برنامج السيركت ويزارد. مثل ما شوفنا أمامنا هذه هي الدائرة ربطناها في برنامج السيركت ويزارد، مكونة من مقاومة مقدارها 1 كيلو وملف اندكتر قيمته 100 ملي هنري، وعندنا سويتش، وعندنا فانكشن جنريتر اللي هو مثل مصدر AC. قيمة الفولتية فيها خلينا 10 فولت، وقيمة الفريكونسي 50 هرتز. وطبعا ربطنا الأسسكوب على المقاومة حتى نشوف مدى تأثير الملف في هذه الدائرة. الآن لنقوم أولا بتشغيل الدائرة، طبعا السويتش عندنا في حالة الأون. عندنا هذه الموجة اللي تولدت من خلال هذه الدائرة، الآن نقوم بإيقافها مؤقتا. الآن عندنا بما أن قيمة الفريكونسي قليلة نسبيا مقدار 50 هرتز، ما راح يظهر عندنا تأثير الملف في هذه الدائرة. شو وقت يظهر عندنا تأثير الملف؟ يظهر لدينا تأثير الملف عند الترددات العالية.
طيب الآن لنعلي الهرتز الفريكوانسي، نسوي مثلا اسمها 100 هرتز، علينا قيمة الفريكوانسي من 50 هرتز إلى 800 هرتز حتى نشوف شنو التأثير بهذه الدائرة. الآن نقوم بتشغيل الدائرة مرة أخرى. طيب هنا شنو اللي صار عندنا؟ بما أن الممانعة الخاصة بالملف الـ XL تساوي 2πfL، إذن تزداد قيمة الممانعة بزيادة الفريكوانسي. بما أنه خلينا الفريكوانسي 800 هرتز، يعني أن زادت قيمة الـ XL. الممانعة الكلية الدائرة هي قيمتها المقاومة زائد قيمة الممانعة الملف. وبما أن الممانعة الكلية زادت، إذن قلت قيمة التيار. وبما أن التيار قل حسب قانون أوم، إذن عندنا أيضا الفولتية تقل. كما شفنا سبب عندنا بالمخطط الموجات اللي هو من خلال الأوسيلوسكوب، نلاحظ أن قيمة الأمبليتيود قل عن قيمة الأمبليتيود في حالة 50 هرتز، وهنا تظهر تأثير الملف في دائرة المربوطة في حالة الأي سي. إلى هنا تنتهي محاضرتنا في هذا الفيديو، وشكرا جزيلا ومع السلامة.